السلام عليكم، ان شاء الله نكمل مع بعض. عايزين نشوف الوصلة اللي هي بتاعت الوصلة ما بين العمود والقاعدة. تمام، عمود الستيل هينزل على بيز بليت، تمام، وهي تبقى تحتيها القاعدة على طول. احنا هنخلي القاعدة على وش الارض عشان هو الراجل مقاول مش عايز يحفر، مش عايز يعمل قاعدة يعني وبعد كده كولوم نيك وبعد كده العمود الستيل يجي عليها. لا، هو عايز يخلي القاعدة على وش الارض مباشرة. تمام، فكأن مفيش عندنا كولوم نيك اصلا. تمام، طيب في وصله اهي بالشكل ده، تمام، وصله مومنت والقطاع اللي هو 150 في 150 في 5 بتاعنا، يعني بالشكل ده. بتيجي منين؟ بتيجي من كونكشنز. تمام، هي دي. تمام، 4 بولتس مومنت. تمام، طيب هدخل انا هعمل انا حاله انفلوب التيميت. تمام، هنا ده العمود اللي عليه اكبر سترينج اكشنز، العمود اللي لوحده ده. فانا عملت حاله اسمها انفلوب التيميت، تمام، فيها كل الحالات الالتيميت جواها. تمام، انفلوبين. بعد كده هظهر الاكشنات، نعمل ران. ممكن اظهر العمود لوحده. اهو بالشكل ده، نكمل كده مع بعض. ادي الانفلوب التيميت زي ما قلنا، نتاكد ان الوحدات كيلو نيوتن متر. اف 3 ده اللي هو الحمل الراسي، 28 علامه 2. نخش هنا، تمام. الفي ده اللي هو قوه الشير، اكبر قوه شير عندنا 3 علامه 9 تقريبا، اللي هي 4. تمام، المومنت اللي هو 10 علامة 1. تمام، هندس اوكي. لو هي مش سيف هيعمل لك علامة اكس. تمام، بتشوف الكريتيكال عندك، اقصى حالة كريتيكال 1 علامة 7، معدية الواحد، يبقى تمام كويس. ندوس اوكي ونعمل كنترول اس ونسيف. ممكن نصدر الكلام ده لدي اكس اف على الديسك توب مثلا. تمام، نطلع بره الديسك توب. هنلاقي عندنا الوصلة بالشكل ده. ممكن احنا ناخدها ونحطها في اللوحة بتاعة الكاد عندنا. طبعا الويلد هنا انا كنت شفته في اللوحة 8، ما ينفعش ان هو يبقى 8، لازم يبقى 5 بنفس السيكنس بتاع الويب او الدخانة بتاعتنا يعني. تمام، فهنخليه هنا 5 عشان بس الكالكوليشن شيت، وندوس اوكي. يبقى كده معانا جاهز. هنعدله هنا جوه اللوحة يبقى 5. خلي بالك النقطة دي مهمة اهو. ادي موضوع الويلد، ادي البولتات 4 في 20، نديك اهو القطاع كام والجريد بتاع الحديد. تمام، بس كده. دلوقتي ان شاء الله هنشوف مع بعض لو جربنا البيز بليت مع يعني عمود وصلة العمود البيز بليت مع كونكريت. تمام، لو احنا اخترنا دي اللي عليها مومنت، تمام، بيجيب لك قطاع عمود اي بي. تمام، مش هتعرف تختار انت اي قطاع تاني غير الاي بي. تمام، يعني هو اليو بي واليو سي. تمام، ده قطاعات تانية كلها اي. تمام، ما فيش القطاعات اللي هي السي اللي هي المفرغة. طيب هنختار ايه بقى؟ نختار اللي هي البند دي. الفكرة كلها بس انا عايز اشوف الطول بتاع المسمار اللي جوه. تمام، هنا لازم يكون مفيش اي سبيسينج.
ايوه هنا 150 في 150 في 5 اللي هو السكوير فول كونتاكت، والجريد 275. تمام حاجة بالشكل ده. البيس بليت احنا كنا قلنا 250 في 250، تخانة 20 سنتي، واللحام كده زي ما هو 5 440. تمام طيب هندخل كده الايه هنا. هنا هتلاقي بقى المومنت اللي هو ام اكس وام واي. تمام لكن هي من بره مكتوب عليها بنت، واخد بالك المسافة هنا البولتس ما بين المسامير كانت تقريبا 150. البيدت لينس اهو، البيدت ديبس ده اهم حاجة اللي كنت بقول لك عليه. مثلا نعمله 30 سنتي. تمام الاحمال بقى البي التيميت زي اللي احنا كنا واخدينها هناك بالظبط في التاني. نحاول نجيب الاحمال من التاني وننقلها هنا. تمام البي التيميت ب 28 علامة 2. الشير هنا ب 4. تمام المومنت 10. طبعا في هنا حاجة غلط، ان المسامير داخلة جوه القطاع. تمام طيب هنحاول ان احنا نفتح الكاد ونشوف احنا كنا المسافة كانت كام. المسافة ما بين المسامير كانت 190. طيب طيب تعالى كده نحاول نظبط الفاونديشن. اللي هو 1200 مللي يعني 120 سنتي. تمام هي كده بالظبط. تمام كود شير ام اكس وام واي كله بس ما عدا الشير في اتجاه واي. تمام العلامة بتاعت الغلط دي راحت لما عملت هنا ايه في الانكر بولت، عملت ان الشير على المسامير. تمام لما بتفعل الحتة بتاعت الشير على المسامير دي يبقى المسامير هي اللي هتشيل قوة الشير. تمام كده خلاص. لو انت حابب تصدر دي مثلا تعمل كده. تمام طول المسمار زي ما قلنا انا هنا كنت حاطط 40، نخليه مثلا 30، تلاقي كل حاجة سيف. تمام بس يبقى احنا كده شفنا اللي هي المومنت العادية والمومنت اللي هي ايه تجيبها منين انت من البند اللي هي دي، عشان الفيكسد ما بيجيبهاش تيجي تخش على البند على طول. تمام بس دي كل الفكرة. لو جربت حتى تعمل مومنت من جوه مش هيرضى، واخد بالك؟ فبس هي دي الفكرة. هرفع لك انا الملفات دي بحيث تفتح، لو عايز تفتح تخش تشوف حاجة معينة. تمام كاتب لك هنا بريف كده عن الموضوع، الفاونديشن كذا، 4 مسامير، M20. تمام نوع المسامير، البيدت لينس، الكلام ده كله. ممكن تدخل هنا مسامير اللي هي هاي سترينث في الانكور،
8 علامة 8. تمام، دخلت له هنا 40 سنتي embedded length سيف. تمام، لما بندخل اقل من كده مع ال high strength bolt مش بيسيف، فغالبا كده هنخليها ال 35 كمان مسيف اهو، فانا هخليها 40 سنتي. تمام، اللي هي البولتس خليها 40 سنتي، جريد 8 علامة 8. هنا برضو نفس الكلام عشان كل حاجة تكون متوحدة. عندنا هنا تمام، عدلتها هنا على كده اهو 8 علامة 8 بس كده. شكرا. في برضه ملحوظة هو هنا كاتبها لي في اللي هي بتاعة الفاونديشن، ان المسامير قريبة جدا من السايد اوف سيكشن، يعني هو مش مدي، يعني مش مدي علامة اكس، ولكن هي مدي هنا تحذير في الاول ان هي المسامير قريبة جدا من الحافة او الحد. تمام، ساعتها احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نكبر البيس بليت حاجة بسيطة، يعني نخلي البيس بليت 275. تمام، ونطلع كده طب. طيب ممكن نزود المسامير نفسها، بدل 190 نخليها كده 200. تمام، هتفضل تزود بقى لحد ما تظبط معاك المسامير، بس عشان الراجل في الموقع يعرف يلفها يعني، بس هي دي القصة بتاعتها. هو لما خليت المسامير على 220 و220 و البيس بليت خليته 30 سنتي في 30 سنتي، من هنا 30 في 30 هيظبط لك القصة دي، تطلع على الطب مش هيبقى فيه أي warning ولا أي حاجة. تمام، أهو هو بيجيبها لك، البرنامج بيظبطها عشان الراجل في الموقع يعرف يلف المسمار يعني. تمام، مفهوم. فبس نسيف بقى كده، ممكن ناخد دي كده دي اكس اف مثلا يعني لو انت حابب، وتسيفها وتاخدها على الكاد مرة تانية. تمام، ادي التفصيلة اهي، وادي عرض الأساسات أهو مع البيس بليت مع كل حاجة، مع المسافة ما بين المسامير، وهتلاقي الجريدز جايب لك أهو كل التفاصيل، ممكن تاخدها على الكاد يعني على طول. تمام، أهو البيس بليت ممكن بقى تظبطها في 20، اللي هو تخانة البيس بليت، الجريب بتاع الحديد، اللحام 5 مللي، قطاع العمود، الفاونديشن بتاعتك سنتي في سمك، متر 20 في متر 20، 4 مسامير، الجريد بتاعها كام، البيدت لينس، وده أهم حاجة، تحب تزود بقى زي ما تحب. تمام، و بس يعني، وتقدر تاخد ده للكاد، ممكن تاخد دي او التانية براحتك بقى زي ما انت عايز. تمام، فانا هاخد بقى الابديتد اللي احنا عملناها دي ونحطها في الكاد عندنا، تخش لك كبيرة كده، نعمل لها سكيل.
نضرب في 10 تظبط معانا بالشكل ده بس. فدي افضل عشان موضوع المسامير بيظبط لك وبيشكلك على كل حاجة. تمام، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل، عايزين نشوف بقى لو احنا عايزين نصمم الكونكشن ما بين الكاميرا وما بين العمود. تمام، انا هعتبر ان هي لحام. فدلوقتي الكاميرا دي عندنا 75 تمام في 150، فنعرف احنا الولد ده بنفس القطاع ده كده، لان الولد هيبقى بره الكاميرا بالشكل ده داير ما يدور. تمام، فانا هعمل الكلام ده على برنامج الليمكون واخد السترين اكشنز من هنا اللي هي الشير. تمام، ده طبعا نتيجة الحالة الالتيميت. طيب تعالى كده، لا عايزين احنا الشير على الفريم، شير 2 2 انفلوب التيميت. تمام اهو، كليك يمين هيجيب لك اهو اقصى شير هنا اللي هو 20 علامة، 20.5 تقريبا. فانا اخش هنا ميتين وخمسين في ميتين، الميتين دي هنخليها 75 ودي 150. تمام، اللحام كده السايز بتاعه 5، ده نوع اللحام اف التيميت. تمام، طيب نخش نعمل الفورسز اللي عندنا. تمام، الاف واي اللي هو اللي فوق ده سالب سالب 20 علامة واحد. تمام، المومنت بقى ده خلي بالك انت ممكن برضو تصمم ان هي مومنت. طيب خلي بالك احنا هنا كنا عاملين ريليز، انت اللحام الغصنة بتاعت اللحام انت ممكن تعملها لو هي فعلا ريليز. هنشوف مع بعض الرسمة اللي هي ريليز كانت بتبقى الدنيا فيها عاملة ازاي. اهي كده ريليز. تمام، فلو انت عايز يظهر عليها مومنت هنخش وتشيل من عليها الريليز ده خالص. تمام، فبس هي دي الفكرة يعني. طيب هنعتبر مثلا ان المومنت ده كده بزيرو ونشوف كده الدنيا فيها ايه. اه هتلاقي ان الدنيا سيف. دايركت شير ريزيستد باي سايند اليمنت اونلي. خلاص هنا مفيش اي حاجة خلاص. طيب انت خلاص دلوقتي عرفت بيم تمام. بعد كده لو انت عايز تدخل مونت ممكن تدخل عادي عن طريق الحالة اللي هي الانفلوب. طيب لو عايز لو عايز اشوف احولها لدي اكس اف ممكن نعمل كده. ادي التفصيلة اهي، التول بتاع اللحام هو عامل لك تعليق الساين اهو. تمام، ال اف التيميت بتاعت اللحام، مقاس اللحام. تمام، واسم الوصلة اللي انت كنت كاتبه جوه البرنامج. تمام، بس كده دي ممكن ننقلها كده للملف الأساسي. كنترول في، بعد كده تعمل لها سكيل وبوينت 0.1. تمام، هتجيلك كده صغيرة تقوم عامل لها سكيل مثلا 10. تقدر تدخلها عادي تعمل ريكتانجل.
بس كده يعني، دي كده الكولوم اللي هي بين كولوم كونكشن بس. تمام، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.